بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ازيكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. انا محمد عبد الوارث، دي تاني تالت محاضره لينا في البيرسوناليتي ديسوردرز. هنتكلم النهارده عن كلاستر سي. اوكي، ان شاء الله النهارده المحاضره تكون خفيفه وظريفه. هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نراجع اللي فات كله او اهم الحاجات يعني اللي احنا قلناها في اللي فات وندمج ده مع بعضه. تمام، كنت لسه بتكلم مع دكتور محمد حسين ودكتور رفايده عن السيمز اللي احنا كنا عاملينها واحنا بنتكلم في اول محاضره. مثلا كنا جايين بتيشيرت لون غامق، او انا كنت جايب تيشيرت لون غامق، وكانت الباوربوينت كله كتابه مفيش خالص ولونه جراي ومفيش صور. ده شبه انهي بيرسوناليتي ديس اوردر في التعامل؟ لو انا واخد السيم بتاع بيرسوناليتي معينه ممكن يكون شبه ايه؟ سكيزويد. مفيش اصلا انترست في سوشيال انتراكشن، ولا في ان انا هقول الكلام زي ما هو خلاص مش فارق معايا انت تحس بيه ما تحسش بيه، تتخيله ما تتخيلوش مش فارق، هو المهم الكلام ينزل زي ما هو خلاص. مثلا تاني مره لا، كان في صور وكنا بنتكلم عن الافلام وبنضحك وبنهزر وملون وبنروح وبنيجي وهكذا. ماشي، طيب المره دي احنا هنتكلم عن كلاستر سي. تفتكروا لو احنا هناخد سيم لكلاستر سي ممكن يكون السيم ده شكله عامل ازاي؟ الاول ايه هو كلاستر سي بيرسوناليتي ديسوردرز، او ايه الحاجات اللي احنا نعرفها تحت كلاستر سي؟ الاوبسيسيف كومبالسيف بيرسوناليتي ديسوردر، الافويدنت بيرسوناليتي ديسوردر، والديبندنت بيرسوناليتي ديسوردر. كويس، طب احنا عارفين ان كلاستر ايه؟ احنا قلنا اللي هو الاود او الاكسنتريك، او اللي هو فيه حاجات غريبه بيبعد بيهم عن الناس. كلاستر بي ده دراماتيك، الايراتيك، الايموشنال، اللي مش عارفين نمسكه كده ورايح جاي وبيروح في كل حته وبينفجر بسرعه وبتاع. طيب ايه اللي بيجمع كلاستر سي مع بعضه تفتكروا؟ احنا قلنا في اوبسيسيف كومبالسيف بيرسوناليتي ديس اوردر، في ديبندنت بيرسوناليتي ديس اوردر، في افويدنت بيرسوناليتي ديس اوردر، انكزايتي. في الحقيقه هي دي الحاجه اللي بتجمع. ف الصوره دي برضو مش عارف اختارها مره كمان، ودي حاجه على عكس الاوبسيسيف كومبالسيف بيرسوناليتي ديس اوردر. لا انا مش هينفع حد يختار لي حاجه، انا المفروض انا اللي اختار كل حاجه وابقى عارف هي بتمثل ايه بالظبط، ولكنها ممكن تدينا فكره، او السيم ده بتاع الباوربوينت ده يدينا فكره عن الانكزايتي اللي بتبقى موجوده في الثلاثه او في الكلاستر ده. فكان في شباك ورا الشباك ده في حاجه بس وملخبطه وبتاع وفيها نعكشه كتير بس مش عايزه تطلع، كانها خايفه مستخبيه ورا، المفروض احنا نخش نشوفها ونروح لها. سواء ده باين ان هو منظم جدا وستريكت جدا وكل حاجه في الاوبسيسيف كومبالسيف بيرسوناليتي بس في انكزايتي ورا، سواء ده في الديبندنت او في الافويدنت في جوه انكزايتي عاليه جدا. ماشي، طيب كان في فكره تانية لسيم تاني ان احنا نعمل بيه المحاضره، هو ان ما يكونش فيه اصلا باوربوينت، وده شبه مين شويه؟ شبه الافويدنت، هو الحاجه اللي هتتعبني قوي دي انا عايز ابعد بيها خالص ومش عايز اعمل فيها حاجه. ما اعرفش الديبندنت كان ممكن ازاي يعمل المحاضره، بس كنت هجيب حد هو اللي يدي المحاضره مش انا مثلا يعني. اوكي، فتعالوا نبدا ونسمي ده كده ونتوكل على الله. طيب اول حاجه هنبدا بيها الاوبسيسيف كومبالسيف بيرسوناليتي ديسوردر. ماشي، نعرف ايه عن الاوبسيسيف كومبالسيف بيرسوناليتي ديسوردر؟ ده اللي هو اضطراب الشخصيه الوسواسيه. تمام، بيلخبطنا مع ايه؟ مش بيلخبطنا خالص، بيبقى واضح، ده كويس. لو هو كده فعلا يبقى كويس. هقول لكم الاوبسيسيف كومبالسيف بيرسوناليتي ديسوردر هو في كتير من الاو سي دي خلاص، لكنه مش او سي دي. تمام، فاحنا عارفين ان الاو سي دي هو اوبسيسيف كومبالسيف ديسوردر، ده على الاكسس 1. تمام، في دي اس ام 4 الاوبسيسيف كومبالسيف بيرسوناليتي ديس اوردر على اكسس 2، ممكن الاثنين يلتقوا، ممكن ده يكون موجود لوحده ومفيش ديس اوردر، مفيش وسواس قهري. ممكن يكون في وسواس قهري من غير شخصيه وسواسيه، ممكن، لكن في الغالب هنلاقي الاثنين قريبين من بعض. طيب ليه مهم نفرق ما بينهم؟ لان ممكن حد يجي يشتكي لك من اعراض اضطراب الشخصيه الوسواسيه وانت تكتب له ادويه وتحاول تعالجه وما بيتعالجش خلاص، فتعلي الدوزز بتاعت الدواء وما بيتعالجش ومش هيتغير.
فهنا لا احنا محتاجين ناخد بالنا ان ده مش الديس اوردر، تمام؟ وفي نفس الوقت ما يجيش واحد هو فعلا عنده ديس اوردر وتعبه وانت عمال تتعامل معاه لان هو عادي، ما تخف الدنيا على نفسك كده، الموضوع مش مستاهل كل ده يا عم، لا هو الموضوع عامل له ازمه ضخمه جدا. طيب الفرق الاساسي ما بينهم فين؟ احنا قلنا ان البيرسوناليتي ديس اوردرز هي ايجو سنتونيك، حاجه ماشيه معايا انا بحبها وماشيه لي حياتي ومش عايز اتخلى عنها. ده عكس تماما الاو سي دي. او سي دي لا، ده انتروسيف ريبيتيتيف ايجو ديستونيك، بيجي لي فكره انا مش عاجباني خالص الفكره دي وعايزها تمشي وعايز اوقفها، مش عارف انا ما ينفعش اشتم ربنا، انا مش عايز اعمل كده، انا مش هرمي ابني من الشباك فانا عايز اوقف ده، مش عارف. بعكس الناحيه الثانيه في الاو سي بي دي الناس بتقول له يا عم فكها ما تحبكهاش كده، وانا مش قادر اتخلى عن الفكره دي، لا انا عايزها تكون محبوكه قوي وعايزها تكون مظبوطه قوي. طيب لو احنا هنمشي مع السين بتاع الاو سي بي دي فاحنا لازم نقرا كل كلمه مكتوبه ونتاكد ان هي مكتوبه صح، ولازم لما نيجي نتكلم على الاو سي بي دي هناخدها هشرح لكم الابيديميولوجي وهقول لكم الريفرنسز بتاعتنا جايه منين. وهنا نقطه كويسه، يعني كان في فيدباك جالي عن اول محاضره لما اتكلمنا عن الارقام دي، ارقام غريبه شويه، ارقام ضخمه جدا، فبس كان ده مش منطقي، تمام؟ والحقيقه فعلا هو يبدو مش منطقي. فلما بنيجي نراجع الارقام دي، هو الحقيقه انا كنت جايب الارقام دي من الدي اس ام 5 اول ما خرج في 2013 من الجمعيه الامريكيه للاطباء النفسيين، تمام؟ فالارقام دي مش معموله عندنا، ممكن نكون احنا عندنا ارقام مختلفه، ممكن نكون محتاجين نعمل بحث علمي بشكل مختلف، بس الموضوع يعني ما بيبقاش سهل انك تشخص وتعمل الاختبارات عشان تطلع بيرسوناليتي ديس اوردر وتشخصه وتعمل اكسكلود بقيه الحاجات، فهو محتاج بحث كتير فعلا. فممكن تكون الارقام مش مناسبانا، ممكن نكون بنتخض منها، ممكن ده يدعونا للتفكير وللاجتهاد اكتر في الجزء ده، مفيش مشكله. او سي بي دي مش هيسيب حاجه زي كده تعدي، فانت ما تكتبليش سلايد وتقول لي الرقم ده من غير ما تقول لي جه منين وجه ازاي وفين الريفرنس بتاعه، هدخل اتشيك على الريفرنس ده. كل حاجه لازم تكون ماشيه بالمسطره، ما ينفعش حاجه تبقى مش مكان حاجه، وده مش او سي دي، تمام؟ انا مبسوط بده ولو ما عملتش ده هتضايق، تمام؟ طيب فاحنا هنغلس عليه شويه ونعدي السلايد دي، مفيش مشكله. ايه ده؟ تفتكروا ايه ده؟ مثلا اوكي ممكن محاسوك، اوكي ماشي. ايه ده؟ اتش ار مش عارف. حد ستريكت عايز كل حاجه بالمسطره، بس بصوا الكرافات مش في مكانها صح؟ نازله شويه. كانت مفروض تتشد شويه كده وتطلع فوق شويه. هو صحيح مسرح شعره مظبوط، الحواجب محنتفها وعاملها مظبوطه قوي، باصص في تمام، قافل ايده مظبوط، في حاجات كتيره وعاملها مظبوط، حلق دقنه مش عارف ايه، ده كويس، بس ما عملش الكرافات، ما ظبطش الكرافات. اوكي الصورة دي للديفرنشال دايجنوزس، هنشخص الراجل ده ايه؟ حد بيشخص من صورة؟ دكتورة آية لقطت التريكي كويتشن، احنا مش بنشخص من صورة صح؟ مش هنشخص من صورة أبدا، مش هنشخص من الانطباع الأول، محتاجين نسأل، محتاجين نعرف وهكذا، بس بافتراض إن هو أوبسيسيف كومبالسيف بيرسوناليتي، لأن هو فيه إن هو بيرسوناليتي ديس أوردر، ممكن يطلع أنهي بيرسوناليتي ديس أوردر؟ بافتراض إن هو بيرسوناليتي ديس أوردر. خلاص فيش تريكس تاني. ايه ده كل دول ازاي؟ قولي لي ممكن يطلع اوبسيسيف كومبالسيف صح؟ عشان اكسسيف جرومينج عشان مهتم جدا بان كل حاجه تكون مظبوطه ما عدا الكرافات. نارسستك عشان هو برضه اكسسيف جرومينج ومش فارق وشكله سيريس قوي صح ممكن يكون نارسست، ان هو انا انت تتكلم معايا كده ليه؟ انت انا مش يعني ما ينفعش اصلا ان انا اضحك معاك، انت لازم تكون كل حاجه مظبوطه ماشيه بالورقه والقلم. ممكن يكون نارسست، ممكن يكون ايه تاني؟
ممكن يكون سكيزويد، ممكن يكون سكيزو تايبل. لا مش سكيزو، ده سكيزو تايبل. ده كلنا عايزين نبقى كده. ليه يكون سكيزو تايبل؟ يعني صعب شوية يكون سكيزو تايبل. هو ممكن يعني هو theoretically speaking ممكن طبعا يطلع اي حاجة. خلاص ممكن يطلع عند سوشيال، ممكن يطلع عند سوشيال. تمام صح، ممكن جد محدش عارف هيطلع. ممكن يعني عادي هو راجل بوردر لاين بس طالع بيشتغل موديل وبياخد الصورة وخلاص مش عارفين. لكن وارد وارد وارد. حلو جدا ماشي. بس بدأنا نفكر ان الصورة ممكن تكون الاكتر من حاجة. الحقيقة ان فعلا في الديفرنشال دياجنوزيس لما نيجي نتكلم عن الـ OCPD فاحنا محتاجين ناخد بالنا ان هو هيبقى شبه النارسست، ان الاثنين بياخدوا بالهم من التفاصيل وانا عايز كل حاجة تمشي مظبوطة ومش هقبل بأقل من المظبوط. تمام. بس الفرق فين ما بين النارسست وما بين الـ OCPD هنا؟ ان النارسست انا بسيك البرفكشن وانا متخيل ان انا بيرفكت، فانا وصلت اصلا البرفكشن، فانا يعني انا بعمل ده لان انا كده. الاو سي بي دي انا بحاول اعمل ده وانا شاكك جدا ان انا ده وخايف لاكون ما وصلتش لده، في انكزايتي ورا. تمام. في انكزايتي هي اللي مخلياني اعمل كل حاجه بيرفكت وخايف اكون ما عملتهاش ومش راضي عن نفسي ودايما عايز اعمل اكتر واحافظ اكتر على النظام. النارسست انا بعمله لان هو انا كده اصلا وان هو ده العادي وده انا. تمام. ولو ما حدش عمل ده فمشكلته، وانا اصلا يعني حتى سواء ده الحاجه بيرفكت ولا لا انا شايف انها بيرفكت. بعكس الاو سي بي دي الحاجه بيرفكت وانا شايف انها لا لسه ما بقتش بيرفكت ولازم احافظ عليها اكتر من كده وخايف لا تقع مني. تمام. فده فرق رهيب ما بين الاثنين. الاو سي بي دي انا مهتم قوي بجوده الشيء، بجوده العمل، لكن انا واخد بالي ان في ناس ودي حاجه مهمه لكن ببدي جوده العمل على ده. السكيزويد انا مش فارق معايا الناس اصلا ولا مش فارقه معايا الحته دي، انا بس مشغول بالشغل بتاعي. في حلقه لاحمد الغندور كان عاملها قريب عن لاعب شطرنج مشهور. تمام. اتفرجوا عليها وحاولوا تعرفوا هو ايه البرسوناليتي بتاعته، هو ناحيه كلاستر ايه شويه. تمام. بس مثلا الراجل ده قعد سنين مش بيقابل حد خالص، بيلعب شطرنج بس، فمش فارق مع الناس. تمام. هو في كلاستر ايه هتلاقوه عدى على السكيزويد وعدى على البارانويد وعدى على السكيزوتايبل، الدنيا ماشيه شويه كده. طيب فاولا مش هنخدع بالمظاهر، ثانيا احنا محتاجين ناخد بالنا ان الاو سي بي دي هيبقى قريب قوي من النارسست وهيبقى شويه فيه من السكيزوتايبل، محتاجين من السكيزويد محتاجين ناخد بالنا منه. طيب هندخل على حد عايز يقول حاجه عن الاو سي بي دي. مين اشهر الشخصيات او المهن اللي ممكن تكون فيها او سي بي دي كتير؟ المحاسبين؟ لا مش المحاسبين، مهندسين. ومين تاني؟ مودلز. مين؟ مودلز. يعني ايه؟ مودلز. والله ماشي بحسهم هيستريونيك اكتر او نارسيست اكتر، ما اعرفش حقيقة. ما دخلتش قوي في حياتهم، ما اعرفش ايه اللي بيحصل. دكاترة. ماشي نجين انسايت، ناخد بالنا احنا او سي بي دي يا جماعه ما كناش هنوصل اللي احنا فيه ده بسهوله من غير ما يكون عندنا تريتس بتاعت البرفكشنزم. صعب توصل لانك تكون دكتور من غير ما يكون عندك ده. بصوا على كليه الطب، في كام واحد بيعيش حياته جوه الكليه؟ ماشي الاجيال الجديده بدات ده يتغير شويه، لكن اجيالنا احنا ما كانش فيه ده. يعني اللي كنت بتشوفه كده ده فائد. ماشي كام واحد من اللي في الاوائل على الدفعه مثلا، خلينا نقول اول 200 على الدفعه، كام واحد فيهم حياته بالانس؟ صعب ان يوصل من اول الدفعه وهو حياته بالانسد، هو محتاج يكون سكيزو تايب او او سي بي دي عشان يعرف يوصل لده. ماشي. تاني احنا بندي امثله للتوضيح لكنها مش جنراليزيشن، مش دياجنوزس، بس بنوضح يعني. جوه الكليات القمه في مصر بنظام الثانويه العامه القديم بتاعنا ده، عشان توصل لحاجه كويسه سواء في هندسه او في كليات طب، في الغالب انت او سي بي دي عندك تريتس، خد بالك. تمام. ماشي. حد عايز يقول حاجة؟ حد عايز يسأل على حاجة؟ يضيف حاجة؟ ماشي. مين ده؟ الأفويدنت. حد عنده أي إمبريشن من الصورة اللي الـ AI اختارها لنا؟ مستخبي واحد مثلا؟
مستخبي اصلا من السوشيال ميديا مش عايز يشوف الناس مثلا. اوكي الرؤية اها ماشي كويس. ايه كمان؟ ايه واضح قوي يعني كنوع من انواع عايز يقول عليه حاجه. هو نفسه مركز على نفسه بس اكتر ولا ماشي. هو مش مركز على نفسه. لو مركز على نفسه هنقول عليه نارسست. بس هو سيلف كونشس قوي، انا واخد بالي قوي، كان مفيش حاجه في الدنيا غيري انا اللي موضع التقييم. فانا انا سيلف سنترد، بس هنا مش سيلف سنترد، انا سيلف كونشس. انا مرتبك جدا ايه اللي هيحصل لي، كاني شايف الناس وعايز ادخل في وسطهم بس خايف جدا هيقولوا عليا ايه، كان انا اللي هيحصل لي حاجه، انا مركز قوي انا هيجرى لي ايه. ماشي. ده فعلا بيكون الاحساس بتاع الافويدنت. الانكزايتي عنده بتبقى عاليه جدا، هو في حاجه ان هو يشوف الناس ويقابلهم ويتكلم معاهم ويندمج، بس خايف جدا من ده. كويس. بعكس السكيزويد، وهنا الاثنين هيبقوا شبه بعض. السكيزويد بعيد عن الناس والافويدنت بعيد عن الناس، لكن السكيزويد انا مش انترستد اصلا ان انا ادخل في وسطهم، ولو دخلت مش ببقى مستمتع ومببقاش مرتاح، انا عايز اقعد لوحدي. الافويدنت وانا بره الانكزايتي اقل، لكن نفسي ادخل ومحتاج ده، ولذلك انا ببذل مجهود كبير في ان انا اطمن ان الناس دي مش هتنتقدني، مش هترفضني، مش هتزهق مني، عشان اعرف ادخل في وسطهم. فانا عايز ادخل في وسطهم، ده في الاخر ده اللي هيعمل لي ميتنج للنيدز بتاعتي، بس انا مش عارف اعمل ده ومحتاج اطمن قوي قبل ما اخد الخطوه دي. سكيزويد والله انا محتاج اهرب من اي طريقه ابعد بيها عن الناس. فانت هتشوف الاثنين بيبعدوا عن التجمعات، ده سكيزويد وده افويدنت. ده انكجوز جدا، ده مرتاح جدا بالطريقه دي. اوكي. طيب مكتوب هنا ان احنا هنفرقه عن السكيزويد. حاجة مهمة، اللو سيلف استيم بيكون موجود قوي عند الافويدنت. اوكي. وبيحتاج قوي ان هو يكون في جارانتيز للاكسبتنس. اوكي. طيب هنفرقه عن ايه، او ايه اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منه واحنا بنتكلم معاه؟ السكيزويد سكيزوتايبال ماشي، البارانويد كمان. ليه بنحتاجين نفرقه عن البارانويد؟ والاثنين ممكن يكونوا قريبين من بعض، لان في الناحيتين انا متوقع الاذى او خايف من الاذى. في البارانويد انا خايف او متخيل ان الناس فعلا عايزه تعمل لي مكيده. في الافويدنت انا مش عايزين يعملوا لي مكيده، لكن انا خايف ان انا هتاذي من الكلام السيء، من عدم القبول، من الانتقادات، من ان هم يشوفوني انا inadequate. فالبارانويد انا مش شايف ان انا inadequate ولا حاجه، انا كويس بس هم هيأذوني عشان هم وحشين. الافويدنت هم مش وحشين، هم حلوين، لكن انا هتاذي لان انا قليل، لان انا ضعيف، لان انا مش هعرف افيت ان انا استاهل ده. تمام. فالحاجه اللي بتميز الافويدنت اللو سيلف استيم والانادكوسي، بس هيبقى شبه حاجات تانية. وهنا اظن بدا يبان ان الاوفرلابنج ما بين البيرسوناليتيز ممكن جدا ان هو يحصل، وان انا اخد حاجه لوحدها كده زي ما بيقولوا كده زي كتاب ما بيقول، دي مش سهله، صعب انك تلاقي حاجه زي كده لوحدها. لكن في حالات بتبقى زي كتاب ما بيقول فيه، وهنا هتلاقوهم اكتر او بنشوفهم اكتر شويه. ماشي. طيب مين تاني محتاجين ناخد بالنا منه او نفرقه؟ الديبندنت. طيب تفتكروا احنا لسه هنيجي للديبندنت بعد دي. طبعا بس قبل ما نروح للديبندنت ماشي، السوشيال انكزايتي. السوشيال انكزايتي احنا بنتكلم ان في تشابه بينها وما بين، او في تداخل بينها وما بين الافويدنت بيرسوناليتي، الى حد ان احنا ممكن نقول ان هما الاثنين اصلا حاجه واحده. تمام. فلو هنحتاج نفرق هنقول ان المسطره اللي بنقيس عليها وبتوضح لنا اكتر ان البيرسوناليتي ديس اوردر هو حاجه من زمان جدا، لكن الانكزايتي لو احنا هنشخصها لوحدها فهي بتكون في وقت معين خلاص وممكن تروح. لا، في الغالب الافويدنت بيرسوناليتي هتقعد فتره اطول، لكن السيمتومز غالبا واحده. لان ايه الحاجه؟ انا مش كفايه، الناس هتنتقدني، مش هعرف اعمل بالظبط. حتى الكوبينج بتاعي في السوشيال انكزايتي ان انا بتجنب، وده اللي بيزود الانكزايتي اكتر تيبيكالي اللي بيحصل. فشبه بعض جدا. تمام. فلما يجي لي حد واشخصه سوشيال انكزايتي ديس اوردر، على طول هيجي في بالي هل هو افويدنت بيرسوناليتي ولا لا.
ولو لقيت الحالة تعبان معاها ومش راضية تتحسن والموضوع صعب، انت محتاج تدور ديب شوية، غالبا ممكن يكون في avoidant personality disorder. او طبعا ممكن يكون comorbid او اي نوع تاني من disorders. بس في حاجة دي بقى اللي احنا رايحين لها شبهه شوية. اوكي، dependent personality disorder، ايه الانسايد بتاعكوا على الصورة؟ بالظبط، غريق متعلق بقشة، لو القشة دي راحت انا هغرق، ما تسيبنيش، لانك لو سبتني انا هعمل اي حاجة عشان ما تسيبنيش. بعمل اي حاجة حتى لو مش مناسبة ليا، حتى لو مش مناسبة لاخري انا هعملها، بس انت ما تمشيش، لان دي القشاية اللي انا متعلق بيها. ايه كمان؟ low self esteem. صح، برافو عليكم. الكلام اللي انتوا قلتوه ده فعلا اهم كلام ممكن نقوله عن dependent personality disorder. dependent personality disorder ساعات بتكون مرتبطة عندنا بان ده شخص اعتمادي، بيتدلع، مش راضي يعمل حاجة لوحده. لكن لما نفهمه احسن وناخد بالنا من الكلام اللي انتوا قلتوه ده، لا ده بيدينا انسايت احسن شويتين ثلاثة عن اللي بيحصل معاه. تعالوا ناخدهم جملة جملة من اللي انتوا قلتوها. غريق متعلق بقشاية، تمام؟ الغريق اللي متعلق بقشاية ده، في هنا بقى ده مش دلع، صح؟ ده فعلا بيغرق، هو حاسس احساس ان انا فعلا بغرق، فهو مش بيتدلع، هو مش فكرة ان انا مش عايز اقوم اعمل بتاع دي دلع ولا كسل، هو انا فعلا بغرق، انا فعلا متخيل ان انا مش هعرف اعملها ابدا، ومش هسيب ابدا مهما حصل الحاجة اللي مسنود عليها. شوف لو عملت ايه مش هسيب الحاجة دي، كويس؟ طيب ده بيجي فين؟ بنشوفه فين؟ ممكن يظهر شويه في الادكشن. للاسف احنا ما بنبصش على الادكشن كده، بنبص على الادكشن اللي هو انتي سوشيال، تمام؟ مش بنبص عليه ان هو ممكن يكون في ديبندنت بيرسوناليتي ديس اوردر، وانك عشان تاخد منه المخدر ده فانت كده بتموته فعليا، هو هيشوف ان هو بيموت فمش هينفع تاخده منه. هتيجي الجملة التانية ان انا هعمل اي حاجة عشان ما تاخدوش مني او عشان ما يروحش مني، عشان انا من غيره هموت. فانا هسرق، هعرض حياة اقرب الناس ليا للخطر، هخسرهم، ماشي، هخسر فلوسي، اوكي، منظري قدام الناس في الارض مش عايزه، ايا كان، بس مش هتاخد مني الحاجة دي، مش بشكل كونشيس، مش بشكل فولي كونشيس، بس ده بيحصل. في الحالات الادكشن ممكن الاقي ديبندنت بيرسوناليتي ديس اوردر، في الغالب ممكن الاقيها، ممكن الاقي فيها انتي سوشيال، ممكن الاقي، ممكن الاقي حاجات تانية، ممكن الاقي، بس لما اشوف ديبندنت بيرسوناليتي ديس اوردر انا محتاج افهم ان هو غريق متعلق في اشياء. طيب الجملة التانية، الجملة بتاعت دونت جو قبل النص التاني، دونت جو دي ما تسيبنيش، فير اوف اباندمنت، مين اشهر حاجة؟ بوردر لاين، تمام؟ عشان كده الاثنين دول بيتلخبطوا مع بعض جدا. انت ممكن تشوف الحاله وتشخصها بوردر لاين وتفضل ماشي معاها لانها بوردر لاين وهي ديبندنت بيرسوناليتي فيها، او ممكن يكون الاثنين مع بعض، يعني مش يدايا ده بس، ما تنساش ان ده كمان موجوده، وان الجمله دي بتميز الديبندنت بيرسوناليتي ديسوردر. ما تسيبنيش عشان انت لو سبتني انا خايف جدا انك تسيبني. طب ايه الفرق ما بين البوردر لاين والديبندنت بيرسوناليتي؟ ايه الحاجه اللي مختلفه من هنا عن هنا؟ طبعاً طبعاً، بس في الحتة دي بتاعت الفير اوف اباندونمنت، ايه اللي يفرق ده عن ده؟ تفتكروا، فكروا فيها، ايه اللي يفرق الفير اوف اباندونمنت بتاع البوردر لاين بيرسوناليتي عن الفير اوف اباندونمنت بتاع الديبندنت بيرسوناليتي؟ يمكن الافويدنت في ايديال ايديشن على طول الخط، انما الثاني في ساعات انا حياتي هبقى شايف ان انت ايفالويشن، شو كده ممكن حضرتك تقول ايه تاني؟ يعني الافويدنت انا طول الوقت شايفك ايديال ايديشن طول الوقت ديبندنت، ماشي، كويس. انما في بوردر لاين لا، انا بتارجح ما بين ان انا شايف حد واو قوي، مظبوط مظبوط، الديبندنت متحرك من حته ان اديكوسي برضه زي الافويدنت، تمام؟
البوردر لاين لا مش شرط، ممكن بس مش شرط. فهيبان ايه في الفير اوف اباندمنت لو انا بوردر لاين؟ فلو انت مشيت انا ممكن اقابل ده بانجر شديد، وانت ازاي تعمل كده وانت 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 ديبندنت عمره ما يعمل كده. انا وحش انا هعمل اي حاجه عشان ما تمشيش، ف I'll be bit انا هبقى احسن. انت بتمشي عشان انا اللي وحشه مش عشان انت اللي وحش، فانا مش هسيبك تمشي، مش هسيبك تمشي، هعمل اي حاجه عشان ما تمشيش. البوردر لاين انا قبل ما انت تمشي انا همشي عشان ما تسيبنيش، انا خايفه من الفراق فانا همشي انا واسيبك. ديبندنت عمره ما يعمل الحركه دي، انا ما امشيش ابدا، ده انت وريني هتمشي ازاي. في المحاضره بتاعت دكتور شريف اللي قلت لكم اتفرجوا عليها او بتاعت دكتور احمد عكريم مش فاكر، واحده منهم يعني، كان جايب جزء من فيلم بيحكي بيوري ديبندنت بيرسوناليتي ديزوردر شكلها عامل ازاي، مش عارف اتفرجتوا عليه ولا لا. بس مثلا الدكتور خد اجازه، فالمريض بيكلم العياده انا عايز الدكتور، فقال له هو في اجازه. طب الحاله طارئه وانا هموت مش عارف ايه، اي رقم اكلمه بتاع، لحد ما خد الرقم فكلم الدكتور في الاجازه بهدوء جدا، اخبارك ايه يا دكتور بتعمل ايه دلوقتي في اجازتك انت فين؟ فيا ابني انا في اجازه، انت جبت الرقم ازاي؟ وبعدين بيمشي الفيلم ان هو بيدور على المكان اللي هو راح فيه وبيدور وراه لحد ما يعرف هو راح فين ويروح له يسافر له المكان دوت عشان يكون معاه. احنا يبدو الموضوع هزار ويضحك وده اكزاجريشن في الفيلم، لكن الحقيقه لا بيحصل. يعني احنا لو راجعنا كده بعض الحالات اللي بتتابع معانا هتلاقي ان في ناس بتتصل كتير جدا، بتبعت رسائل كتير جدا، بتدور عليك في اجازتك انت فين. ممكن لو انت سبت المكان اللي شغال فيه ورحت مكان تاني تلاقيه جابك مع انك مش عارف، شلت ارقام تليفوناتك وجبت ارقام جديده تلاقيه وصل لك. فبياخد بيبذل مجهود كبير جدا، انا مش هسيبك تمشي، انك لو مشيت انا هغرق. اتفضل. صحيح بتلخبط ما بين الديبندنت بيرسوناليتي او الافويدنت بيرسوناليتي والاتاتشمنت. ماشي. الاتاتشمنت كايه؟ يعني مثلا الانكشوس اتاتشمنت والديبندنت بيرسوناليتي، هما الاثنين عندهم انكشوس اتاتشمنت ده حقيقي. هنا بقى لما نيجي نشوف الديبندنت بيرسوناليتي هنلاقي ان في الغالب كانوا عندهم سيبريشنال انكزايتي. تمام. ولو جينا نراجع تاني ما كنا بنقول محتاجين نبص من اكتر من اسبكت، فلو بصينا من الاتاتشمنت ثيوري تمام او من من الدايناميك ثيوري بقى من اسبكت، يعني لو انا عندي سيبريشنال انكزايتي which is ماشي طبيعه في سن معين من الـ من الـ في مرحله معينه من التطور العمري عادي، الولد لما مامته هتبعد عنه هيعيط، لكن لما كل ما يعيط هي تسيبه يعيط لحد ما يتفلق وتبعد عنه خالص. تمام. لما يبقى هو طول الوقت مفيش حد عايز يكون موجود معاه، او هبقى موجود معاك شويه وفجاه هسيبك، فالاتاتشمنت طبعا هيتاثر طبعا. فممكن يكون بدا بسبريشنال انكزايتي لكن الاهل ما تعاملوش مع ده بشكل منطقي فبدا الموضوع يزيد اكتر، فهو بقى مصدق ان انا مفيش حد هيكمل معايا، كل الناس هتمشي وانا محتاج اعمل اي حاجه عشان هم ما يمشوش. المشكله عندي انا هي دي اللي بتخلي الناس تمشي، فانا محتاج ابذل مجهود كبير ان هم ما يمشوش. لا مش كل، لكن في اي شكل الاتاتشمنت اللي عند الديبندنت في الغالب هو انكشوس اتاتشمنت. تمام. طيب البوردر لاين بيبقى عنده ايه؟ شويه ديسريجليتد، شويه انكشوس، ممكن ديس اورجانيزد. مين اللي فور شور عنده توتالي ديس اورجانيزد؟ غالبا انت سوشيال او سايكوباث في الغالب. تمام. في المسلسل اللي احنا كنا قلنا عليه بتاع جيم اوف ثرونز، وهنا جيم اوف ثرونز يعني لا ادعوكم ان انتوا تتفرجوا عليه، يعني مش بدعوكم ان انتوا تتفرجوا عليه، لكن ممكن تقروا التحليلات بتاعته. في امثله كتيره للانتي سوشيال بيرسوناليتي، في امثله كتيره للسايكوباس، وازاي ده كان باين بشكل واضح جدا في الافعال بتاعته. فكرت اجيب لكم منه مشهد بس يعني كان حاجه صعبه يعني، فمش هنعمل حاجه زي كده، لكن ده بيكون حاجه صعبه جدا. طيب لو مشيت انا هقع، فانا مش هسيبك ابدا تمشي لان حياتي كلها هتقع تباعا وانا مش عارف اتصرف لوحدي خالص. طيب بضحي باي حاجه ما عنديش مشكله. تعالوا بقى ندخل السلايد دي نفرق ما بين البوردر لاين والهيستريونيك والافويدنت. انا يعني الحاجه اللي خلت الديبندنت بيرسوناليتي في كلاستر سي الانكزايتي، بس هو شبه شويه
كلاستر بي، فهيتداخل معاهم. ايه الفرق بينه وما بين البوردر لاين؟ احنا اتكلمنا في الاثنين عندهم فير اوف اباندمنت، بس ده انا هعمل اي حاجه عشان ما تمشيش، انا عندي فير اوف اباندمنت لكن عادي ممكن اسيبك تمشي. وهنا في نقطه، انا ممكن اكسبريس الانجر بتاعي في البوردر لاين، في الديبندنت لا، لان انا لو عملت اكسبريشن الانجر انت هتعمل ايه؟ هتمشي وتسيبني، فمش هعمل ده، مش هاكسبريس الانجر. فهيبان كمان ايه الفرق بينه وبين الهيستريونيك، او ايه الحته اللي ممكن تلخبطنا فيه شويه مع الهيستريونيك. صح، الهيستريونيك عنده حته شويه ان التصرفات بتاعتي فيها ان انا فيها حاجه عايزه توضحني، عايزه تبان، والاثنين عايزين اهتمام، والاثنين عايزينك تكون موجود معاهم اكتر. بس الهيستريونيك انا بشو ان انا حد كويس قوي عشان انت تيجي تهتم بيا. الديبندنت لا، لان انا لو بينت لك ان انا حد كويس انت ممكن تسيبني وتمشي، لان انت خلاص يبقى انا مش محتاجاك. لكن لا، انا ضعيفه جدا، انا خايفه جدا. تمام، انا اسف ان انا بستخدم ان هم بنات، لكن لا، الهيستريونيك مش الهيستريونيك، الديبندنت في الولاد زي البنات، ماشي، الافويدنت في الولاد زي البنات، تمام، الاوبسيسيف كومبالسيف في الولاد زي البنات، ممكن يكون شويه زياده في الولاد، بس يعني مش زي مثلا كلاستر بي شويه، مش كل كلاستر بي، يعني انت سوشيال هيبقى في الولاد اكتر. تمام، طيب، فالهيستريونيك انا ما عنديش مشكله ان انا اشوف ان انا حد كويس قوي، بلبس كويس، اطلع الاكسبريشنز بتاعتي ايا كانت هي ايه. الديبندنت لا، انا بكون متواضع جدا، ضعيف جدا، مش مهتم بلبسي، خاضع جدا. تمام، وده شبه شويه الافويدنت، ان الافويدنت برضو هيكون فيه شويه خضوع. بس ايه الفرق اللي بيبان ما بين الافويدنت والديبندنت؟ قولوا، فكروا، نفكر مع بعض. مفيش حاجه، يعني هو مش كتاب مكتوب ايه الفرق ما بين ده وده. ديفرنشال دايجنوزس، ممكن حاجات تخش هنا وهنا. الديبندنت انا عايزه موجود. بالظبط، احنا الاثنين خايفين، احنا الاثنين شايفين ان احنا الاثنين مش هنعرف نتصرف لوحدنا. الافويدنت يعني كتر خير الدنيا لو ما حدش جه كلمني، انا ماشي، مفيش مشكله، انا كده ارتحت شويه. الديبندنت ابدا، ده هيجرى له حاجه، انا هعمل اي حاجه عشان تكون معايا. بالظبط بالظبط، مع ان هما الاثنين خايفين ان هما مش هيعرفوا يتصرفوا لوحدهم، بس الديبندنت هيعتمد على حد جدا ويمسك فيه وما يسيبوش ابدا، الافويدنت هيبعد الناس عنه عشان ما يتحطش في الموقف ده. تمام، الافويدنت لو طلبت منه حاجه فوق طاقته مش هيعملها، في الغالب هيهرب منها. الديبندنت هيعملها بس انت ما تمشيش، هيتنازل عن حاجات كتير عشان انت ما تمشيش. تمام، او عشان، وده هيخليه عرضه للابيوز بشكل ضخم جدا، بشكل قوي جدا يعني. وكان من النظرات السلبيه شويه عن البيرسوناليتي ديس اوردرز ان يا جماعه الحاجات دي ما بتتعالجش، وان الناس دي بتتدلع، وهيفضلوا كده لحد ما يروحوا لدكتور سيء او سايكوباث فيستغلهم اكتر فتنتهي المعاناه. فلكن الحقيقه لا، هم فعلا بيعانوا، مش بيتدلعوا، الموضوع صعب، ولكن بيقعوا في ايد ناس بتستغلهم بشكل سيء، سواء الناس دي في الحياه او للاسف بتوفر ان انا كاني هساعدك لكن مش بيساعد. فالموضوع للاسف ما بيبقاش سهل يعني. طيب، احنا كده خلصنا المحاضره، بس هنعمل ايه بقى؟ مراجعه اللي حصل، ماشي؟ بس المراجعه دي هنحاول ان احنا ايه نعملها بشكل في خاخ كده، اسئله مفخخه. خلاص، هنبدا من هنا، الاسئله المفخخه دي. لو انا بدات اتكلم معاكم ان احنا هنعمل اسئله مفخخه، خلاص، فده شبه ايه في البيرسوناليتيز؟ خد بالك السؤال ده جايز يطلع فيه حاجه، الراجل ده مش سالك، الراجل ده عايز مني حاجه. بارانويد بيرسوناليتي ديس اوردر، مظبوط، كويس، ماشي. بس احنا اتفقنا زي ما دكتور ايه خد بالها في لحظه من اللحظات، احنا مش بنقول كده، عادي، اسئله مفخخه، ممكن اكون انكشوس، ممكن اكون اوبسيسيف كومبالس، ممكن اكون افويدنت، فمش شرط ان انا اكون مثلا. صح صح صح، ماشي، بس احنا بنعمل ده عشان نتعلم ان احنا ناخد بالنا ان في حاجات مميزه لبعض الشخصيات. كويس قوي، ماشي. طيب، او احنا جينا نقول
ان انا عايز اوصل لهنا بس خايف للحاجات دي تقع عليا. فانا محتاج الاول قبل ما ادخل في دوامة الاسئلة دي اكون عارف احنا هنسأل ايه. مش هنبدأ الاسئلة غير لما تقول لي انت بتسأل على ايه بالظبط ويكون السؤال واضح والكلام ده. التنظيم الاوفر ده وان انا مش هبدأ الحاجة غير لما اكون كل حاجة في مكانها. ده شبه OCPD. ماشي مظبوط كويس جدا. حتة مهمة دلوقتي انا قلت لكم ان جالي فيدباكس فانا بدأت اراجع الفيدباكس بتاعتي. اقول لحضرتك تاني OCPD Obsessive Compulsive Personality Disorder تمام. ده اضطراب في الشخصية. OCD Obsessive Compulsive Disorder ده اضطراب نفسي تمام. ايه الفرق؟ يعني انا اما اقول على واحد depressed ده غير لما اقول عليه سكيزويد. الاثنين شكلهم ما بيتكلموش مع الناس، مش عايزين يعملوا انتراكشن، ملوش نفس يعمل حاجه، مش بيستمتع بالانشطه الساره. لكن ده طبيعه شخصيته معاه من ساعه ما اتولد. لا دي حاجه لفتره وهتروح تمام. فلما اقول او سي دي ده اضطراب الوسواس القهري، ده ممكن يكون لفتره ما بداش معاه من وهو صغير وهيخلص تمام. البيرسوناليتي ديسوردر لا دي حاجه في طبيعه شخصيته. طب في فرق كمان، الحاجة اللي في طبيعة شخصيته دي هو مش متضايق منها، أنا حريص جدا إن كل حاجة تكون في مكانها ومبسوط من ده وده بيوصلني لأماكن كويسة في الشغل وهكذا. الـ OCD أنا مش عارف أعيش حياتي بالشكل ده، أنا عايز أوقف الطريقة اللي أنا لازم أتأكد إن كل حاجة في مكانها بس أنا مش عارف أوقف ده. فده مرتاح، ده مش مرتاح. تمام؟ كويس. فدلوقتي أنا ممكن أعيد جزء من المحاضرة، ممكن أرجع أشوف حاجات قديمة وأقول لك أنا كنت غلط فيها وبدأت أتكلم عنها. ده مش إيه؟ مش فكروا. لو انا مش هعمل ده، لو انا حد سالني عن حاجه فمش هعيد اجابه حاجه، لو انا خلاص برو انا مش هقول لكم مره حاجه مرتين. ها ايه انا ما غلطتش، انا مش هعيد الحاجه مرتين، ما حدش يقاطعني. شويه نارسست صح؟ نارسست مظبوط. اقرب ما ممكن احنا اتفقنا، انتوا بقى خلاص لقيتوا معايا الخط، مش عايزين تقولوا حاجه، مش عايزين حد يمسك، مفيش مشكله. افويدنت انتوا ان انتوا تجاوبوا بس مش مشكله. ف كده انا مش نارسست صح؟ لان انا لو نارسست انا مش ابدا ابدا عمري ما هعترف بغلطي صح؟ لا غلط. احنا قلنا تريكي بقى، ما هو في مايند موتور تو صح. هيبقى شويه وشويه. طب ممكن يكون سيفير نارسست درجة عالية جدا منه يعتذر؟ لو كوفر صح. في نوع من النارسست، النارسست الطيب جدا جدا ماشي، بعتذر بساعد جدا بتواضع جدا، يعني حاجة ايه ده، هو في كده ماشي، في نارسست كده خلاص. فانا هراجع كل غلطه عملتها وهاجي اعتذر لكم عليها. انا يا جماعه شوفوا نفسكم تسالوا في ايه وانا اعيده مره واثنين وثلاثه، وانا من جوايا نارسست ابن لذين تمام مثلا ماشي. فالنارسيسيزم ليها شكل مختلف ما كناش قلناه في المحاضرات اللي فاتت، فمهم ان احنا ننوه عنه. ف دي ممكن تحصل، وخدوا بالكم الناس دي بيتلقطوا بس عايزين حد فاهم شويه عنده خبره شويه، فبس بيتقفش تعرفوا كده ده ملزق ماشي. لا انا مش مرتاح لها خلاص ماشي. وخدوا بالكم اقول لكم على حاجه، انا كنت دايما اقول ايه بلاش سوء الظن، بلاش مش عارف ايه يا جماعه بالكلام ده، ده حقيقي وبلاش ده بلاش ده. بس انا بقيت بثق جدا في احساس الست لما تقول لي الست دي مش كويسه من جوه. في الغالب احساسها بيطلع صح ماشي، بس لان احنا طيبين ومش فارق معانا حاجه فما بيفرقش معانا الكلام ده ماشي. لكن في الغالب يعني خليكم واثقين في احساسكم، ما تتصرفش على اساسه، يعني ما تبداش تاخد اكشن على اساس انت حاسس بايه، لكن خليك حذر يعني تمام. فاللي انت بتحس بيه في الغالب بيكون بيوصل حاجه. ففي ناس هتلاقيها طيبه قوي جميله جدا بتساعد قوي بس انت مش مرتاح ايه، يتخاف منهم يتخاف منهم تمام. فالنارسست ممكن، وهتلاقوا الناس دي بعد كده بعد كل هذه التضحيات زعلان جدا ان هو ما خدش حاجه في المقابل تمام، او منتظر حاجه في المقابل. جزء من طريقته في السيطره على الاخر هي
بالظبط جزء من فعلا انت حتى تحس ان انت مضطر تعمل له حاجه، خايف لما تعملش الحاجه لا يزعل، تمام؟ في حين ان لا مش ده الشكل الطبيعي من الكوميونيكيشن. فماشي دي كانت حته مهمه ان احنا نتكلم عليها في النارسست. طيب طلعت الاسئله فعلا مفخخه، طلعت مش بعد ما قلنا مفيش تفخيخ طلع فيه تفخيخ. ده شبه مين؟ ان هو انا هطمنك بس هقوم ديك على قفاك في الاخر. انا اسف مش قصدي يعني هطمنك واقوم مكعبلك في الاخر. انت سوشيال. وده الشارمينج طيب من الانت سوشيال اللي احنا كنا بنتكلم عليه، اللي هو ممكن اكون هادي وجميل وبساعدك كل حاجه بس في الاخر انا بدبر لك المكيده على نار هاديه، تمام؟ بالظبط. يا رب ما يكونش طلع في فالانت سوشيال بيعمل كده. خلاص ممكن جدا ان انا اطمنك وفي الاخر اقوم مكعبلك، ما انا انتي سوشيال بقى. طيب قلنا الراجل ده ممكن اكون بقول حاجه غلط وبرجع اصلحها، ففهمنا ان دوت ممكن يكون نارسست الطيب او السموث. طيب طيب لو اتفقنا ان انا بقى مش النارسست، انا فعلا بقول ان انا عملت حاجه غلط مش بغرض ان انا اسيطر عليك بيها او ابان ان انا احسن واحد اللي بيعترف بغلطاته واللي ما عندوش مشكله المتسامح ماشي، فده شكل من اشكال النارسست. ممكن يطلع ايه تاني؟ اقول له بصرك انا غلطان وعملت حاجه كذا وكذا وكذا غلط مثلا، ممكن يطلع اوبسيسيف كومبالسيف، مش ممكن يطلع ايه كمان؟ ما تسيبنيش انا هبقى احسن انا اسف ديبندنت، صح صح ممكن يطلع ايه كمان؟ هيبقى ديبندنت على ايه؟ ما تمشيش اصلا، مش نظرته، مش مهم تشوفني ازاي، المهم ما تمشيش. انا زبال انا عمري ما هسامح نفسي بس ما تمشيش، تمام؟ ممكن يكون ايه كمان؟ ازاي؟ عشان هو ده عنده ايه؟ انا صح يا نهار اسود، انا عملت الغلطه اللي كنت خايف منها، انا اسف انا ما كانش قصدي، انا بلوم نفسي وبعتذر عشان انا عارف ان انا فعلا انا السبب في اللي بيحصل لي ده، كان المفروض اخد بالي اكتر من كده، ما كانش المفروض ان انا اعمل الكلام ده. مش هعمل كده تاني، مش هقعد المكان تاني، مش هقابل الناس كده. صح 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 ممكن. بوردر لاين يمشي ولا ما يمشيش؟ يمشي. يمشي ازاي؟ خطوه عادي لو انا عايز اعمل سيركليشن. صح ابروفال سيكينج بيهافير ممكن يكون موجود، ممكن يكون مع الهستريونيك، ممكن. بالظبط بالظبط بالظبط. فلما هنشوف حد بيقطع ايده على طول ده مرتبط في دماغنا ان ده بوردر لاين. لا مش شرط، ده بيهيفير، ممكن نفهم ان البيهيفير ده موجود في حاجات تانية كتير. تمام؟ ممكن يكون عند سوشيال، ممكن. ممكن يكون ديبندنت بيرسوناليتي، ممكن. ممكن يكون حاجات مختلفة، بس يعني دول أكتر حاجة. مثلا في نقطة مهمة كويس يا دكتور شايف انك قلتها، ناخد بالنا ان في بيرسوناليتيز هتطلع بفول بلون بيكتشر، بس هو مش بيرسوناليتي ديس اوردر، هو دراج انديوست او بيرسوناليتي ديس اوردر ديو تو ميديكال كونديشن. فمثلا ممكن يكون فرونتال لوب تيومر مثلا، تمام؟ ممكن يكون حاجه زي الديمنشيا، هيحصل ان في تغير في الشخصيه تماما، لكن ده مش عشان هو شخصيته فيها مشكله، لكن ده ديو تو ميديكال كونديشن، تمام؟ وهنا ناخد بالنا ان السبستانس ابيوز هو احنا بناخد سايكو اكتيف ماتيريالز، مواد بتغير في السايك بتاعتنا، خلاص؟ فبتعمل بيرسوناليتي تشينجز، بتغير البيرسوناليتي. انا طول عمري افويدنت، باخد الترامادول بقيت جريء جدا، تمام؟ طول عمري شاي وبتاع وما بعرفش اتكلم، لازم حد يعمل لي الحاجه ومش هعرف اروح اعمل الحاجه، وديبندنت، باخد الماده بعتمد عليها وبقوم وبنزل شغل ومش حاسس بحاجه ومش فارق معايا وهكذا، تمام؟ فالمواد دي بتغير في الشخصيه، بس انا هشوفه هنا، هشوف بقى ايه البري موربيد بيرسوناليتي، لان انا هشوفه في الشكل ده ممكن اتخدع بده، عشان كده بيبقى عندنا صوره نمطيه شويه عن المريض المدمن، لكن هو لا ممكن يكون في حاجات تانية ورا الادمان مش هشوفها غير لو شلت الادمان، ماشي؟ فالموضوع بيبقى محتاج افهم اكتر. ماشي طيب اتكلمنا عن شكل المحاضرة والسيمز ودخلنا في الحتة دي،
اوكي دلوقتي احنا فاضل 10 دقايق هنخلص فيهم المحاضره كويس. فلو اعتبرنا ان دي رحله احنا مشيناها مع بعض وهنتخيل ان الشخصيات بتاعتنا هي اللي هي اللي هتنهي المحاضره دي سواء انا او انتوا كويس. فلو انا دلوقتي جيت انهي المحاضره حصل لي بانيك او حد فيكم حصل له بانيك لا ما تمشيش لا انا مش هينفع اخلص ممكن يكون مين ديبندنت ممكن يحصل له كده. مين تاني ممكن يحصل له كده؟ بوردر لاين ممكن يحصل له كده. مين كمان؟ نارسست ابعد واحد انه يحصل له كده. انا عارف انك مش قصدك بس كان مهم ان احنا نشاور على حاجه زي كده. اتفضل. هيستريونيك صح هيستريونيك مثلا هنخلص المحاضره ازاي من غير ما تجيبوا لي شهاده تكريم؟ يا لهوي ما فيش شهادات ورا انا هيجرى لي حاجه دلوقتي. وممكن ممكن ممكن يكون نوع من انواع الاتنشن سيكينج بيهافير. تمام مظبوط كويس قوي. او ما اتكلمناش عنك ممكن لو احنا نسينا نوع معين من البيرسوناليتي ديس اوردرز وفي حد عارف ان احنا عارفين ان هو البيرسوناليتي ديس اوردر ده واحنا تجاهلناه وعنده هيستريونيك تريتس ممكن يحصل حاجه زي كده. ماشي حاجات زي كده يعني. طيب فالبانيك ممكن يجي مع الناس دي كلها. ماشي لو اغمى عليا ما جاليش بانيك نفس الكلام. ماشي طب بس في الغالب هيبقى هيستريونيك. ماشي طيب طيب تعالوا احنا اسمع منكم لو ديبندنت هيعمل ايه؟ لو ديبندنت سواء في المحاضره او في المحاضر ممكن يتصرف ازاي؟ مش هيسيبني امشي خلاص ولازم ياخد تليفوني ولازم يعمل لي اد على الفيسبوك. تمام وانت بتروح فين انا عايز اجي اشتغل معاك. تمام حاجات زي كده. بالظبط بالظبط لو انا كده انا مش هسيبكم تمشوا خلاص هديكوا رقم تليفوني. وبصوا يا جماعه في جزء كمان من المحاضره المره اللي جايه خلاص. معلش يا دكتوره فايده والنبي احنا في حتت كده الناس بتقول لي عليها وبعتوها لي احنا لازم نعملها خلاص. ده لو دبن. طب لو انا افويدنت عشان بس الوزن الكفه خلص المحاضره واجري هخلص المحاضره ومش هتشوفوني تاني وهقفل تليفوني لو حد كلمني والله ما رد وهكذا. طب لو انتوا افويدنت واحنا بننهي المحاضره هيحصل ايه؟ اول ما اقول ان انا قبل ما اقفل السلايد اول ما اقول ان انا خلصت خلاص ممكن ان احنا نمشي. والله في ناس استاذنوا بس ما رضيتش اعلق على الحته دي قلت يكون وراهم حاجه ولا احرجهم بس يعني كنت كانت فرصه حلوه بس يلا ماشي. طيب او العكس تمام ممكن انا كافويدنت ولا هتسمع لي احس طول المحاضره لو انا قاعد ولا حد شافني ولا حد عرف ان انا جيت المحاضره اصلا وقاعد متداري في الاخر. ماشي مش قصدي حاجه يا دكتوره سلمى انا عارف انك مش افويد. طيب لو انا نارسست حلو انا بحب بحب اتكلم معاهم في حاجه ورا ماشي مفيش مشكله. طيب لو انا نارسست وانتوا علقتوا على النحله ممكن ممكن اغضب صح ممكن ممكن اغضب جدا واتكلم عن ازاي حاجه زي كده. طب مش هقول لكم الكلام ده تاني. ايه التفاهه دي هو فين الناس بتوع ايه ايوه ايه انا بقول ده محدش هيقول لكم الكلام مثلا ده هيتقال. طب لو في حد نارسست قاعد في الجمهور هيتعامل ازاي؟ لو في حد نارسست هو اللي قاعد في وسطنا يا دكتور انت نسيت حاجه مهمه مثلا 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 او شاركوا كلكم واتكلموا واضحكوا. ايه الهبل ده مش عاجبني اللي انتوا بتعملوه ده اصلا ما فيش بيرسوناليتي تفهيم قوي يعني او الموضوع انتوا تناولتوه بتبسيط شديد والموضوع يعني ما ايه ده مش انا صح اصل انا قلت الموضوع مش سهل الموضوع مش ابسط من كده كذا مره ده اوت اوف او سي بي دي الحقيقه يعني. طيب ماشي اوكي مثلا ماشي بس اقول لكم على حاجه
البارانويد لو احنا مش هنتكلم على يعني لو هنتكلم على سيفير فورم وخلاص بدا يقرب من الديلوجنز هيقعد يعلق على النحله وانها دخلت وبوظت المحاضره ومش عارف ايه وبتاع. لكن لو هو لا تريتس واحنا اتفقنا ان هي رينج كبير تريتس صغيره كده تمام. فالدكتور الامثله اللي بيقولها دي ده بيرميها لي من تحت لتحت مثلا فممكن يقولها. انا بقى كبارانويد مش عارف ما فكرتش بصراحه محاضر يعني؟ اه هما بيضحكوا هما اصلا بيضحكوا على الزيت ايوه مثلا بس احنا في ثالث محاضره يعني في الغالب كنت همشي من الاول يعني بس مش عارف ما مفكرتش بصراحه انا كنت جايب بصدر رحب يعني. طيب مش عارف احط المثال ده المستشفى دي دايما كده مش هنقول الكلام ده اوكي عامه احنا كده خلصنا وانا فعلا كنت مبسوط شويه اللي انا كنت موجود معاكم فيهم دول. لو في حد عنده اسئله هناخدها مفيش هننهي على كده وان شاء الله اشوفكم في حاجات تانية باذن الله. ما كلمناش عن الباسيف اجريسيف. الباسيف اجريسيف منتشر جدا. طيب الباسيف اجريسيف بالظبط الباسيف اجريسيف بالظبط هو اتيتيود ممكن يكون بيهيفير او كوبينج فهنشوفه مع مثلا ده ممكن تلاقيه مع اي بيرسوناليتي ديسوردر بالظبط ومع ناس عاديين خلاص. بس هيبقى شويه في الافويدنت ممكن ان انا مش هواجه شويه في الديبندنت عشان مش هعرف اطلع الانجر بتاعي فممكن اخرجه بشكل تاني ولو ان انا مش شايف ان انا المفروض اعمل ده لاني لو خرجته بشكل تاني وهو اكتشفه هيسيبني ويمشي فهيبقى شويه اكتر مع البوردر لاين. طبعا انت سوشيال طبعا انت سوشيال سايكوباث حاجه جميله شارمنج السايكوباث ده صح في السوبرفيشال شارم ده جميل يعني خلينا عايزين نتكلم عنه عايزين نعرفه بتاع مع انه هو يلا ربنا يهدينا. اوكي اتفضل يا دكتور شايف. في تصنيفات كتير للشخصيات ده بقى علم نفس فهل يعني برضه استفسار لان كان ليا صديق يعني بيتكلم في الجزئيه دي هل احنا اصلا ممكن نستفيد من فكره التصنيفات بتاعت الشخصيه العامه زي مثلا اللي هو بتاع ام بي تي اي اللي هو بي اس اف جي او مثلا طريقه هندله الناس للافكار فيها فده كان طبعا ده كان ترند كده من 3 4 سنين قبل ما اجي السايكاتري اصلا كان يعني صديقي ده اللي هو بيتكلم بتوع السايكاتري انتوا يا جماعه ازاي مش بتيجوا في الناحيه دي على انماط شخصيه مثلا بحيث تبقى عارف اللي ده اصلا بيفكر ازاي صح. هل في حاجه يعني قابلتك مثلا كممارسه كده ولا ده اصلا يخضع لباب تاني خالص او لا هقول لك بص يعني برضو من الحاجات اللي احنا محتاجين ندخلها جنب السينما كلاب لو ندخل حاجه زي نادي للنقاش او للجدال ماشي ديبيت كلاب دي هتبقى حاجه كويسه قوي لان في حاجات عندنا في السايكياتري كتيره محتاجه ان احنا نتناقش فيها مش هنوصل فيها لحاجه كونكلوزيف بس هتسرينا جدا ان احنا نشوف الحاجه وده لو اتعملت تبقى حاجه كويسه قوي تمام. فمن القضايا المهمه قوي في السايكياتري الحته دي فكره ان في تصنيفات مش في السايكياتري ولكنها بتساعدنا على فهم الناس تمام. وده في علم النفس لكن احنا بنتعامل مع ديس اوردرز تمام. فانا بتكلم على ديس اوردر محتاج افهم السايكولوجي فشويه العلم ده ما دخلش عندنا وفي ناس بتقول ان احنا سيبنا دي حاجه تخرج من تحت ايدينا في حين ان احنا اولى الناس بيها فالمفروض نهتم بيها اكتر شويه. لكن ده مش حاصل حقيقه دي تصنيفات بره علم السايكاتري مش هتلاقيها لكن هتساعدك في فهم الناس جدا. وهنا هتلاقي ان مهم ان انت عشان تكون سايكاتريست كويس تكون عندك ثقافه عاليه في اماكن كتيره مش بس في تصنيفات الناس لكن في حاجات مختلفه. فلكن احنا بنتعامل مع الديس اوردرز مهم ان احنا نكون عارفين النورمال ايه عشان اعرف افرق وما اقولش عليه كده. فالنورمال انا محتاج اعرفه ومحتاج اعرف اتعامل مع كل واحد ازاي. الشخصيات فعلا اللي هو الشخص بيبان ان هو منعزل او ما بيحبش يتعامل في مجالات معينه او يحبش شغل بالظبط 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 ده بيعتبروا ان هم فريق بالظبط. حتى هم بيتكلموا في العلاقات يعني بيقدروا يربطوا اللي انت هترتاح اكتر مع الشخصيه حقيقي اللي بتهندل بالطريقه حقيقي جدا حقيقي جدا. فكان الموضوع ده يعني شغل دماغه قوي فكان هو بينتقد بتوع السايكاتري مش عندهم يعني في جزء من ده عنده حق لكن احنا مش علماء نفس ولو ان كتير مننا دخل المجال ده عشان هو بيحب علم النفس وعشان هو عايز يدرس النورمال وعايز يتعامل مع النورمال احسن مش عشان عايز يتعامل مع الديس اوردرز وبعد كده بيكتشف ان لا احنا هنا بنتعامل مع الديس اوردرز واللي انت بتتكلم عنه ده مش مجالنا ده اكتر في علم الاجتماع في علم النفس وهكذا ماشي. ولكن انا شايف ان دي حاجه مهمه لان في الحقيقه ان بيجي لنا اغلب الناس في العيادات هم مش في الديس اوردر هو متخيل ان عنده ديس اوردر وانت محتاج تقول له ان ده نورمال ومحتاج تطوير اكتر مهارات بس احنا بنعيب على الحته دي فعشان كده الحته دي ديبيتبل قوي ومحتاجه فعلا كلام اكتر فيها تمام ماشي. ايه كمان ممكن تكونوا حابين تسالوا؟ اتفضلي. ممكن لو كنت كده بشوف
بيرسوناليتي يقول ايه احسن مدرسه للثيرابي فيها. طيب وفي طريقه التعامل بشكل عام يعني في حياتنا اليوميه لو نلقط مثلا حد عنده تريكس او كده كل بيرسوناليتي محتاجه مننا ايه؟ ماشي، هي دي نقطة كويسة. كان مفروض ان احنا لما هنيجي نعمل conclusion في الاخر نتكلم عن ازاي نشخص، بس احنا قلنا دايما يعني في اغلب الحالات ان في كريتيريا معينة مفروض نعدها او في questionnaires بتتعمل او مقاييس معينة بتتعمل، فده بيساعدنا على التشخيص. والتريتمنت اغلب الكلام المكتوب ان الادوية ملهاش رول عالي، ممكن نستعين بيها لكنها ملهاش رول عالي في التغيير، ففي الغالب هيكون psychotherapy. ايه نوع psychotherapy اللي موافق لكل حاجة؟ مفيش حاجة محددة، تمام؟ لكن في مثلا نبقى عارفين ان دي بي تي بيفيد قوي حالات البوردر لاين، بينفع مع حاجات تانية بينفع، سي بي تي ينفع مع بوردر لاين ممكن، يعني هنلاقي ان في كتب بتقول ان هو ينفع، بس اكتر حاجات اتعمل عليها مثلا في الشخصيه دي هنلاقي ان دي بي تي، بعديها ممكن نلاقي سكيما ثيرابي اتعمل عليه شويه، مش عارف الانتر بيرسونال ثيرابي حاجه زي كده اتعمل عليها شويه. فالحاجه اللي اتعمل عليها ترايلز كويسه وقالت ان هي تنفع هتنفع. الديبندنت مثلا بيقول ان احنا محتاجين سي بي تي ايه ده؟ سكيما هي اتعملت للحالات الكرونيك اللي ما بتجيبش استجابه بسهوله، الحاجات اللي هي بادئه من الطفوله، فده تقريبا تعريف اصلا البيرسوناليتي، تمام؟ فهي بتنفع معاهم اغلبهم كلهم، في الغالب وبدا يبقى عليها ابحاث كتيره جدا بتقول كده. كان في مؤتمر حضرناه عن البيرسوناليتي ديس اوردرز، تمام؟ فكان في جزء منه جاب كل البيرسوناليتي ديس اوردرز وكل واحده منهم استخدم معاها مدرسه مختلفه، وفي الاخر وصلوا لنتيجه، بس ده كان كيس ستادي، كيس برزنتيشن على كيس واحده بس. كان بيقول ايه؟ ان وات ايفر المدرسه اللي انت هتستخدمها ممكن تجيب نتيجه لو انت متمكن منها كويس ولو هي نافعه مع العيان اللي قدامك، فده ممكن. احنا عارفين ان اصلا 40% من العلاج هو احداث خارجيه، 30% هو العلاقه العلاجيه، تمام؟ والاحداث الخارجيه اللي هتعتمد على ايه ان هو يحلها ولا ما يحلهاش على علاقتك بيه. جزء كبير جدا ليه علاقه بهو هيعمل اللي انت هتطلبه منه ولا لا، وده معتمد برضو على العلاقه العلاجيه. فالعلاقه العلاجيه هي الاساس، عملتها في سكيما ماشي، عملتها في سي بي تي ماشي، عملتها في دي بي تي ماشي، المهم تكون العلاقه مظبوطه. لو انا بشتغل مدرسه كويس جدا وهي دي احسن مدرسه تشتغل مع العيان ده، بس هو مش مقتنع بيها، او انا مش بعملها كويس، او انا كاره العيان وانا بعملها وشايف ان هو مفيش منه امل، كل ده بيوصل ومش هيعالجه. فالاساس العلاقه العلاجيه. اختاري بعديها اي مدرسه بتاخد 15% من التاثير ايا كانت المدرسه، تمام؟ فمش هتفرق قوي، لكن في حاجات احسن من غيرها. قصدي في مدارس مثلا فيها جزء الكوجنيشنز، حد عنده مشكله في الكوجنيشنز اكتر مثلا، يعني انا لما هجيب عيان افويدنت في الغالب محتاج اشتغل معاه كوجنيتيف في الاول حتى، تمام؟ لما هبدا اتكلم معاه في مشاعر ومش عارف ايه بتاع، هو صعب ان هو اكسبريس، شايف ان هو وحش مش عارف ايه، فمحتاج شويه في الاول كوجنيشن، وبعدين هدخل في الليفل اللي تحت ايموشنال. في حالات مثلا ديبندنت انا محتاج شويه حاجه بيهيفيرال، ممكن احط رولز وبعدين ابدا امشي عليها وبعدين مشي، هحط جزء ايموشنال بس هو هيمسك فيه مش هيسيبه، فانا محتاج اكون محدد الاول هعمل ايه. فساعات بيقولوا ان في مدارس تمشي مع بيرسوناليتيز اكتر من غيرها، لكن في لكل رول في اكسبشن. ماشي، ايه تاني ممكن تكونوا عايزين تسالوه؟ اوكي، شكرا جدا ليكم، اشوفكم على خير.